صباح الخير على متابعي ومشاهدي تلفزيون اليوم السابع. احنا النهارده موجودين مع حضراتكم من داخل معمل التنسيق بكليه الهندسه جامعه القاهره، حيث استمرار تسجيل طلاب المرحله الثالثه للتنسيق لرغبتهم على موقع التنسيق الالكتروني. بدا الطلاب المرحله الثالثه في التوافد على معامل التنسيق لتسجيل الرغبات، وكمان طبعا بيتوافد ايضا طلاب الدبلومات الفنية لحجز اختبارات القدرات. طبعا الحد الادنى للمرحله الثالثه للتنسيق سجل 205 درجه بالنسبه لطلاب الشعبه العلميه بحد ادنى 50%، واجمالي عدد طلاب 42,000 طالب و65. وبالنسبه للشعبه الادبيه برضو سجل الحد الادنى 50% بعدد طلاب 24,932، وبالتالي يكون معانا اجمالي عدد طلاب المرحله الثالثه 66,000 طالب و997 طالب. بدا طبعا الطلاب من فتح باب تسجيل الرغبات امس التوافد على معامل الكليات للحاسب الالي لتسجيل رغباتهم، وطبعا موقع التنسيق بيتيح للطلاب تسجيل الرغبات من خلال وسيلتين. الوسيله الاولى التوجه الى معامل الحاسب الآلي بالكليات على مستوى الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية، وده بيكون متوفر داخل المعامل مجموعة من الفنيين والإداريين بيعاونوا الطلاب على تسجيل الرغبات وترتيب الرغبات، بالإضافة إلى إتاحة التسجيل من أي جهاز حاسب آلي في المنزل. بيتمكن الطالب من فتح موقع التنسيق وتسجيل رقم الجلوس والرمز التأكيدي والرقم السري، وبالتالي يتاح له تسجيل الرغبات من المنزل. في تساؤلات دلوقتي من المتابعين بيسألونا المرحلة الثالثة شغالة لغاية يوم ايه؟ المرحلة الثالثة من المفترض وفقا للجدول الزمني اللي اعلنته وزارة التعليم العالي ان هي ينتهي تسجيل الرغبات غدا الاثنين. والبعض بيتساءل عن تنسيق المعاهد الفنية. طبعا تنسيق المعاهد الفنية احنا بدأنا من امبارح في حجز اختبارات القدرات للطلاب الدبلومات والمعاهد الفنية بالنسبة للكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، وبعد الانتهاء من عملية اختبارات القدرات هيتم فتح التنسيق لطلاب المعاهد الفنية والدبلومات لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني وقبول النسب المحددة من المجلس الأعلى للجامعات. وطبعا بالنسبة للتساؤل الدائر ما بين المتابعين حول طلاب الدور الثاني، طبعا طلاب الدور الثاني ليهم أماكن في المعاهد وما تبقى من الكليات الجامعية، وطبعا هيتاح لهم تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الالكتروني الثاني يوم مباشره من اعلان نتيجه الدور الثاني من قبل وزاره التربيه والتعليم، هيتاح لهم تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الالكتروني. زي ما حضراتكم متابعين معانا عمليات تسجيل الرغبات في حضور الإداريين والفنيين لمعاونة ومساعدة الطلاب. انت
مفيش جديد، انت مش عاوز نصك دلوقتي، بس انت حتى ما تخاف تمام. يعني انا بس عارف انت ايه سبب مش عاوز نصك السؤال يعني. يا اختار هي مش فاضي يعني عنده مشوار؟ لا هو عايز انت بتتكلم على واحد تاني صح؟ لا مش انا. اه ده انت اسلوبك يقول لك واحد انت بتقول ايه؟ هو اللي عاوز يعني فاهم كيف هو دي هتقول لك هو بس على فكره يعني حتى لو هيشتغلوا في الدور الثاني هم تنسيق الدور الثاني زي ما قلت لحضراتكم طبعا عشان التساؤلات اللي بتجيلنا على البث المباشر ده هينطلق مباشرة بعد إعلان نتيجة من قبل وزارة التربية والتعليم. هيتم فتح موقع التنسيق لطلاب الدور الثاني لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالتعليم الجامعي. بالنسبة للتساؤل اللي جاي لنا من المتابعين عن بخصوص الكليات اللي المفروض يكون ليها اختبار قدرات بالنسبة للتعليم الفني والمعاهد الفنية، طبعا هي كليات السياحة والفنادق وكليات الفنون وكليات التمريض والكليات التكنولوجية وطبعا كليات الفنون العمارة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية.